هي طلعت لي إشاعة راح تسوي لي مشاكل أكثر. يا زهير وبني جين من ذا اليوم جيت لكم فيديو جديد. بس قبل ما أبدأ الفيديو في خبر محزن حابة أقول لكم إياه بالنسبة لكثير من الناس اللي يتابعوني حاليا ومتابعيني. راح نودع شخص مهم أو مو شخص حاجة مهمة. رفقتنا سنين طويلة بسي رفقتنا بعدة فيديوهات، فأنا حاب أنه تودعوا اللي هو جوالي القديم اللي كنت أنا أصور لكم فيه. طبعا صورت لكم عدة فيديوهات، هو لساته شغال بس ما له شيء، يعني شغال بعض الأحيان يشتغل بعض الأحيان يتخربش ويعلق معايا وعشان يفتحه زي كذا. المهم ما علينا، ما طول عليكم، بس أنا حبيت أنه اعمل كذا اضافه جديده انكم يا ريت تودعوه وتقولوا له باي اشتقنا لك كثير. جيب في رساله باي اشتقنا لك كثير، بنشتاق لك كثير مش اشتقنا لك كثير، وكنت لطيف وظريف معانا وصورت لنا كثير فيديوهات، جبت لنا كثير فيديوهات، والحين انا اشتريت جوال جديد وكاميرته حلوه اللي هو ايفون اكس. فالمهم ما اطول عليكم وخلونا نبدا اليوم. راح جبت لكم قصه جديده والقصه راح تكون بيني وين ولد كثير بنات يعرفون انا كل قصصي مع الاولاد، بس هذه المره البنات كلهم متشوقين انهم يعرفوا عن مغامراتي العاطفيه. فاليوم جيت لكم بقصه عاطفيه الى حد ما. كان في تفرقه بيني وبين هذا الولد وكان سببه واحده، فخلوكم معايا. بس قبل ما ابدا الفيديو اللي مو مشترك في قناتي اشترك الان، يا ريت تتابعوني على الانستغرام اللي انزل فيه كل شيء، وبدأت أنزل حقة العناية بالبشرة وزي كذا، لأنه في كثير منكم طلبوا مني كيف روتين العناية بالبشرة، فأنا نزلت تقريبا أول فيديو، فروحوا شوفوه على الانستغرام. شيء ثاني إنه يا ريت تروحوا تتابعوا قناة نارين، قناة أختي، تعمل فلوقات، تعمل فيديوهات مرة ممتعة، فيا ريت تروحوا تتابعوها، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف. يا ريت لا تنسوا الاشتراك على القناة، وكمان رابط قناة العائلة في صندوق الوصف لأنه احنا ننزل فيه فلوقات، بس حاليا قطعنا، بس بنرجع مرة ثانية وأقوى وبنزل فيديوهات أكثر وأكثر. وأنا كمان إن شاء الله راح أنزل فيديوهات يومياً، بحاول يومياً أنزل فيديوهات أكثر أكثر أكثر. المهم ما أطول عليكم وخلوكم معانا ويلا. بداية القصة كان في ثاني ثانوي، الترم الثاني من ثاني ثانوي. المهم إنه سمعنا إنه في طالب جديد جاي عندنا للمدرسة، الأستاذ كلمنا عنه وطلب مننا إنه كل واحد مننا نجهز له هدية صغيرة اللي هي عبارة عن حلويات شوكولاتات زي كذا. كل واحد مننا في الصف اشترينا له هدية بسيطة عشان نبين للولد انه انت تقدر تتعامل معانا عادي، انه فينا نصير اصحاب، انه فينا ما نتكلم بطريقة رسمية او زي كذا، عشان نخليه يرتاح. بالذات انه الولد جاي من منطقة بعيدة اسمها كاوندو، فطلب مننا الاستاذ انه ننزل له هذا الشيء. اليوم اللي جاء فيه احنا جبنا له الهدايا، وطبعا انبسط الولد وتعامل معنا بطريقه حلوه وتكلمنا معاه، وبعدين شويه طلب مننا الاستاذ واحد مننا نكتب للولد سؤال شخصي عن حياته، سواء ايش اكلته المفضله، ايش لونه المفضل، ايش رياضته المفضله، ايش لعبته المفضله، اذا يلعب او لا، اذا كذا، يعني عشان نشيل التكلفة معه ويبدأ يعني يختلط فينا ويتكلم معنا ونصير أصحاب معه. فالمهم انه عملنا هذا الشيء وسألناه وجاوب عليه وكذا. هو الولد عرف على نفسه، طبعا هنا في كوريا اول ما توصلك جديدة لازم تعرف على نفسك، ما ادري اذا في كل المدارس العربية كذا او لا، بس انه لازم يعرف على نفسه ويقول انا كذا كذا جاي من كذا كذا. طبعا انا كمان لما انتقلت لمدرسة جديدة كان في فترة المتوسطة عملت نفس الشيء، وسألوني ناس اسئلة شخصية عن حياته وجاوبتهم بكل شيء. المهم انه بعد ما سألنا الولد، طبعا كان بداية متحيز مع نفسه لانه خجول او كذا ما عنده اصحابه زي كذا، بدأوا من ثنتين من صحباتي يتقربوا منه ويتكلموا معاه ويختلطوا معاه. طبعا انا كمان بديت اتقرب معاه وبدأ هو يكلمني وانا تكلمت معاه، وبدينا نبدأ يعني زي الاصحاب نمزح نلعب مع بعض زي كذا. مع الايام صرت انا وياه اصحاب، يعني شلنا التكلفة عن بعض وبدينا نتكلم مع بعض. المهم كان هذا الولد في فترة ما جاء المدرسة عندنا من مدرسته كان عنده حبيبة،
بعدين يوم العيد الحب حق الكوريين طبعا حبيبة اشترت له شوكولاتات وعطا لنا وكذا، وإيز صرنا أنا وياه بيست فريند، يعني صار اهتمامات واهتمامات تقريبا مشتركة، فصرنا أصحاب أنا وياه وصرنا نتعامل مع بعض كثير. يعني صار أي حاجة عندي أعطيله، ولو هو كمان حاجة عنده يعطيني. فواحدة من البنات اللي صاحبوه طبعا ما عجبها هذا الشيء، طبعا هي كانت معايا في صف أول ثانوي، شاركتني ثاني ثانوي بنفس الصف بنفس الشعبة. طبعا لما هي تشوفني مع أحد بنت أو ولد لازم تخرب العلاقة، لازم تصاحب هذه البنت وبعدين تقوم تبعد عني، أو ولد تبعد عني. فهي طلعت لي إشاعة. إيش الإشاعة؟ إني أنا معجبة بهذا الولد. في فترتها الولد هذا كان قد انفصل عن حبيبته، فكل شوية كانت ترمي لما أنا أكون مع الولد ترمي في الفصل، يعني عن الفصل هي تحبه وتروح تشاورهم وكذا وما أدري إيش. هي تدعي إنها صديقتي، يعني كانت تعاملني بالطيبة، بس من ورايا كانت تتكلم علي إني أنا معجبة بهذا الولد وإنه أنا أحبه وإنه ما أدري إيش. فوصل الكلام للولد، الولد أخذها بجدية إني أنا معجبة فيه، وبدأ يعني يشوفني طريقة حب، ما يشوفني بطريقة صداقة، بدأ يتعامل معايا أكثر وأكثر، يعني تقرب مني أكثر وأكثر. وقتها ما كنت عارفة بالموضوع وما عرفت إلا مؤخرا للأسف، ولا كنت لو عرفت هذا الشيء كنت ببتعد عن الولد نهائيا، يعني إنه أنا بنفسي ما كنت أشوف الولد كحبيب. فالولد أخذ الموضوع بجدية، يعني فكر إنه فعلا حبيبي. فصار أنا لما أتكلم مع ولد ولا أتعامل مع ولد صار يزعل مني شوية، يرجع يتكلم معايا، فأنا مستغربة إيش اللي يعني زعله فجأة علي. فكان في ولد في فترتها، يعني أنا عندي ولد من المتوسطة، أنا وياه تخرجنا من نفس المتوسطة ورحنا بنفس الثانوية، كنا أنا وياه أصلا أصحاب من زمان، يعني أصحاب كنيان أصحاب، يعني بيست فريند، كنا دائما نلعب مع بعض كرة السلة. طبعا أنا أموت بكرة السلة لو ما تعرفوا هذا الشيء عني، أنا وياه بنفس الطواري اللي هو إيش اسمه الكلاب، ما أدري كيف الكلاب إيش تقولوا، نشاط بعد المدرسة، يعني رياضة غناء رقص زي كذا. فأنا كنت أنا وياه في نفس الكلاب لكرة السلة، فالمهم إنه كنت دائما أنا أمزح معه ونلعب مع بعض زي كذا. الطلاب البقية كانوا يقعدوا يعني يتريقوا كذا من جانب المزاح، أوه أنتم مرتبطين، أوه ما أدري إيش. طبعا كذا الكوريين لما يشوفوا بنت وولد حتى مع بعضهم يعني يقعدوا يقولوا روح لحبيبتك ما أدري إيش زي كذا. فكان نانو كل ما يقولوا هذا الكلام، الولد يوم من الأيام شافني إني ألعب مع هذا الولد وقاعدين هم يمزحوا يقولوا أوه حبيبك وما أدري إيش، قلب علي وما صار يكلمني، وقول لي خلاص روحي لحبيبك روحي لحبيبك، يقول لي لا تجي تكلميني انا زعلان منك ولا تكلميني. ذيك اللحظه مستغربه ليش قلب علي، يعني صدق فعلا انه انا حبيبته غار علي وما ادري، وكان زعلان مني. وذيك اللحظه خلاص قلب علي، قفل علي، بطل يتعامل معي. حاولت اني اتعامل معه، اتكلم معه، افهم ايش سبب زعله، بس ما كنت فاهمه. جت يوم من الأيام إنه واحدة من البنات كلمتني إنه هذيك نشرت إشاعة عني بين ورايا إنه أنا أحبه، وهذا الشيء خلاه يعمل كذا. بعد ما أنا وياه تفرقنا ما عاد صرنا نتكلم مع بعض، هي راحت تنط عنده وتقربت منه، وصارت تعامله مو تعامله معاملة صديقة، طبعا معاملة حبيبة، يعني تهتم فيه، هو نايم تروح تدفيه، تحضنه، تمزح معه. لحد الحين هي تسوي هذا الشيء، كل مرة تجي تشوفني تروح تجري على طول تضمه، تجي تروح تسوي حركات هبلة ما لا داعي. طبعا أنا ما كنت أسوي هذه الحركات، كان علاقتي بيني وبين الولد يعني مزاح زي ولد وولد، يعني فاهمين زي ولد وولد، ما كنت أشوفه بهذاك الشكل، ما كنت ممكن أمسك يده ولا أحضنه ولا هذا، لا ما كنت أعمل هذا الشيء. كان بيننا علاقة إنه أو إحنا أصحاب بيست فريند بس. فالمهم نكون بنفس المكان أنا وياه، بس ما يصير بيننا كلام، ما يصير بيننا شيء، عادي أطنشه لأنه الولد صدق وعاش الدور وما رضي يفهمني، أو أنا لازم كان أفهمه وأقول له كذا، ما رضي يسمع مني وقلب علي وخلاص وانتهى كل شيء. طبعا هذه البنت اللي قلت لكم عنها أنها تدعي أنها صديقة فهي منافقة كبيرة، كانت دائما لما يصير بيني وبين بنات او اي واحدة او اي ولد صحوبية تاخذه مني، يعني تفكر انه
يعني تجي له حسد زي الغيرة حسد ما أدري كيف، لدرجة هذا الولد اللي أنا في عندي في المتوسطة الحين هو معاها بنفس الشعبة، وهي عشان عارفة إني أنا وياه أصحاب كل شوية جارة معاه، كل أصحابي اللي أنا كنت أنا مصاحبهم صارت هي فجأة ماخذتهم، يعني تصير هي صاحبتهم وطول الوقت تخرج معاهم وتمشي معاهم ماشي معاهم 24 ساعة طول الوقت معاهم. فما أدري إيش سبب حسدها هذا أو غيرتها، دائما كانت في فترة أول ثانوي تحاول تكسفني وثاني ثانوي وثالث ثانوي ولحد الحين تحاول إنه تتريق عليا أو تضحك عليا أو تنزلني أقل منه، بس هي فاشلة ما تعرف هذا الشيء. هي إنسانة حقودة وحسودة رغم إني أنا ما أذيتها، لو هي طيبة أو مو طيبة ما عاد يهمني أمرها، بس أنا كل التعامل بيني وبينها مجاملات، يعني انا ما احب انه اكسر ولا اقطع ولا اقول لها انت مدري ايش، ولا لازم تكون فيكي بين الشخص بينك وبين الشخص مجاملة، حتى لو انت عارف كيف يفكر وكيف اللي داخله لازم يكون فيكم ايوه مدري ايش مجاملة، بس ممكن كمان تقلبي عليه في لحظة من اللحظات اذا ما عجبك كلامه او لو شفتي يعني تترقي عليكي. فلازم ما تكوني تاخذ من الشخص اي شخص بالذات لما يكون عامل زي الثعبان، زي يعني من امامك شيء ومن وراك شيء، لازم انت كمان تسوي نفس الشيء، فلازم تبين له الوجهين، تكون انت طيب معاه وكذا وتعامل وما ادري ايش وبس داخلك غير الشيء هذا. المهم انه اتمنى يكون عجبكم القصة، اذا لقيتوا واحدة زي كذا او ممكن صادفتوا انكم تعرفتوا على واحدة زي كذا يلا تحطوا الكومنتات، وان شاء الله يكون رجعتي لكم رجعة قوية، وراح ننزل ان شاء الله اكثر واكثر في دعني خلاص الجوال هذا كان مرة جوال كويسة من لنا فيديوهات كويسة، ويلا ودعوا جوال 6 iPhone 6 ان شاء الله يكون عجبكم القصة.